احنا معاكم لسه مشاهدينا الكرام على شاشة اكسترا نيوز. نشاط كبير للرئيس السيسي في الامم المتحدة على هامش اجتماعات الامم المتحدة، وهذه اللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية مع الرئيس الامريكي وغيره من قادة العالم للاخذ والرد فيما يتعلق بكل القضايا المطروحة على الساحة الدولية. نشاط رئيس الجمهورية الرئيس السيسي في نيويورك بيغطى اولا باول على شاشة اكسترا نيوز، ومفادة اكسترا نيوز إلى هناك ريهام السهلي تطلعنا على آخر المستجدات فيما يتعلق بنشاط الرئيس في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. إليك ريهام. اهلا بكل مشاهدي اكسترا نيوز. انتهى منذ قليل لقاء القمه ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي دونالد ترامب في هذا الفندق الذي اقف امامه. كان لقاء مهما، لقاء مثمرا. تحدث فيه الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن مصر، وتحدث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصفه بانه قائد وزعيم رائع وزعيم عظيم، وانه الجميع يحترمه، وان هو ليس قلقا على الاوضاع في مصر في ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي. أشاد أيضا بالمصريين وقال أنه مصر يعني هي صاحبة أكبر عدد من السكان في المنطقة العربية، وأنه يعني أشاد بترحيب المصريين بزوجته ميلانيا عند زيارتها للأهرامات في القاهرة مؤخرا. من جانبه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن الإسلام السياسي، وكيف أن الإسلام السياسي يريد ويحاول أن يصل إلى الحكم في مصر، وأنه المصريين رفضوا، لم ولن يقبلوا حكم هذا الاتجاه أو هذا الفصيل الحقيقة. وتحدث الرئيس السيسي عن أوضاع المنطقة، وقال أنه طالما استمر أو كلما استمر الإسلام السياسي في محاولة الوصول إلى الحكم، كلما استمرت حالة عدم الاستقرار في المنطقة. كانت مباحثات مهمة طبعا، بحث فيها الأوضاع والعلاقات الثنائية بين البلدين. والحقيقة أنه دائما الرئيس ترامب بيكون حريص على لقاء الرئيس السيسي عند حضوره للجمعية العامة للأمم المتحدة، ده بالإضافة طبعا للنشاط واللقاءات المتعددة في مناسبات أخرى. النهاردة كان الرئيس بخلاف ذلك، كان عنده نشاط طبعا مزدحم للغاية منذ الصباح الباكر. يعني كان له كلمة في جلسة أو قمة الرعاية الصحية الشاملة، كان له أيضا لقاءات ثنائية مع رؤساء وزارة إيطاليا، بلجيكا والنرويج، وبعد قليل أيضا هناك قمة ما بينه وما بين المستشارة الألمانية أنجلا ميركل. أما في المساء فسيكون هناك أيضا لقاء يعقده مع مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال الأمريكيين الذين لديهم استثمارات في مصر، وبالتأكيد سنوافيكم دائما بكل جديد من نيويورك في تغطيتنا الخاصة لإكسترا نيوز لفعاليات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. بشكرك ريهام السهلي، مفادة إكسترا نيوز إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وإطلاعنا دائما وأولا بأول على نشاط الرئيس السيسي هناك.